السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرم انت لسه برضو بتلبس جزم بتقول يا احمد بيه؟ مش هين عليك تقول جمال؟ لساني ما بينطقش غير باللي في قلبي. احنا سايبينك بقالنا فترة ومش عايزين نضغط عليك. اوعى تكون فاكر نفسك لسه رحيم بتاع زمان. مفيش حد بيفضل على حاله. انت هتخرج بكرة. الرقم اللي انت كنت مسنود عليه اتغير. هتبقى لوحدك وبطولك. وانا مش عايز اكتر من كده. الحمد لله على السلامة. اتأخرت ليه؟ الحمد لله إني وصلت أصلا. الحمد لله. حلمي أنا عايز الحاجات دي تتحمل على الطيارات وتبقى بره مصر في خلال نص ساعة. اعتبره حصل. يلا يا رجالة. طب وأنت هتعمل إيه؟ أنا لازم أرجع. عينيك في وسط راسك، ما تسيبهمش إلا لما تتأكد إن الطيارات دي عدت الحدود، فاهم؟ ما تقلقش. رحيم خد بالك من نفسك. خليها على الله. السلام عليكم. اهو رحيم واصل اهو، حل على دماغي بقى. وعليكم السلام. ازيك يا ابا؟ يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. الله يسلمك. ربنا يخليك يا ابا. وايه اللي بيحصل ده يا رحيم؟ والله ما انا عارف يا ابا. خلينا نشوف هترسى على ايه. اخوك فين؟ ما تقلقش على هشام. وانت رحاب اطمني على جوزك. وبعدين سيد ده جن. أنا موقف وراهم رجالة تحميهم. ربنا يخليك لينا يا أخويا. ربنا يعدي الليلة دي على خير. رحيم بيه اتفضل معانا. ولازمته إيه ده كله يا باشا؟ عربيتي. يعني ما ينفعش طبعا. رجالتي لو شافوني راكب عربية تانية غير عربيتي
احنا هنزعل وانتوا هتزعلوا. يلا بينا. يا نهار اسود ومنيل. رحيم. يا نهار اسود ومنيل يا رحيم. رحيم. واخدينه على فين دول؟ انا عارف. يلا بينا عشان نحصل. قطمه احسن من نحته. فلوس اللي انت خدتها ترجع بمكسبها. كون ان انت اتنطرت في البضاعه ده فيلمك يابا، تنهيب معرفتك. الفيلم ده احنا داخلينه سوا، والحوار عليك وعليا. عليك وعليا يعني ايه؟ لا، مش عبوده اللي اتنطر في فلوسه. عبوده كده هبت منك قوي. لا، ده لما بتهب مني طرطش دم. ده هتطرطش في دماغك. مفيش كوبايه شاي يا رجاله؟ واحلى شاي على ما يا رحيم بيه. على طول يا صاحبي عامل نوش كده. قلت اعمل استقبال اليه بمقامك. هو في ايه؟ ان حلمي واكل عليا فلوسي وانا عايزهم. قلت ايه؟ قلت ان صاحبك واكل عليا فلوسي يا رحيم بيه. استعوض ربنا فيهم. يعني ايه؟ يعني اعوض عليك ربنا. انا شايف ان انت لسه خارج من السجن ومحتاج تريح، ونبقى نتكلم بعدين. يلا رجاله. يلا رجاله، كل واحد يروح لحاله. يلا يلا رجاله. يلا رجاله. يلا رجاله. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. رحيم خرجت امتى؟ النهارده. أبويا فين؟ لا 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 لا، إيه ده إيه ده إيه ده؟ بقيت هنذبح. انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى، كبرنا وبخطف العيشة كده بحبل وروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الواحد انا حسب ما اتعود اخويا
انا مرزوق هنا ليل نهار، لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل يا اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا. السجن اهو ده بقى اللي كان قلقني. ما تسمعش من حد غير رحيم، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. خلي بالك اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا يا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل يا رحيم. اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك، هروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجه دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسيه؟ ايه اللي بتقوله يا رحيم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا بقول لك اختك مشتاقه لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعه ما مشيت، والله دمعتها على خدها لغايه دلوقتي. طب قسما بالله دلعت عجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك، على حسك يا غالي يا ابن الغاليين. يا ولا لك شو يا رحيم؟ اللي بالحق، الخزنه دي فيها ايه؟ الخزنه دي فيها فيه. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان. بصراحه كده الخزنه دي ما فيهاش حاجه، انت خدت كل اللي فيها، دي عالجنط. بقولك يا ابو السيد، اوامر. لغايه ما تصفي حساب السبع سنين اللي فاتوا كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ انت تؤمر. 2 مليون. كام؟ لا لا لا، انا معيش فلوس دي، الفكه والفته كلها في السوق. لا بس بسيطه بسيطه، انت تؤمر اللي انت عايزه، المال مالك اخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 ايام كده، 5 4 3 ايام تمام. هل تتصل بمين من ساعه ما عادي؟ دي واحده رحاب بتقول ان هشام كان مصاحبها، قلت اكلمها يمكن يكون عندها اي معلومه توصلنا ليه، بس المشكله بقى ان موبايلها مقفول. انا قلت انت وصلت الحاجه في الموبايل اللي عالسه ابوه. لحد دلوقتي مفيش حد اتصل، لعبه اعصاب يا سيدي. المهم حلمي، عايزك تشوف لي مكان تاني اقعد فيه غير البيت عندك. مكان ايه؟ ما انت قاعد في بيتك، هو انت غريب؟ لا معلش كده اريح، يعني عشان ادخل واخرج براحتي. مش عارف اقول لك ايه يا صاحبي، بس طب سيب لي يومين كده اشوف لك مطرح كده جنبي. بس المهم تشوف حاجه نظيفه، ما تقلقش من الفلوس. هو سيد اداك فلوس؟ يعني حاجه زي كده. تصدق اختي من تم وابويا ما تعزمش عليا بيت عندها؟ لقوا فين؟ في القصر بتاعي. يعني عزمت عليا عزومه مركبيه كده بعد كل اللي عملته علشانها، هي والباقي في جوزها. ده انا خليته واحد من رجالتي يا حلمي. اختك غلبانه رحيم، ليه هو اللي محرج عليها؟ ضواطي بان على اصله بعد ما اتقبض عليك، ده غير بقى اللي عمله فيا هو ورجالته. دفتر الحساب تقيل قوي، بس معلش كله جاي واحده واحده. الوقت مش في صالحك، مش قلت لك بيلعبوا باعصابنا؟ حلمي انا لازم اوصل. عينك، خف على الدلع شوية، رحيم هياخد باله.
عارف يا سمسم، ليلى دي عيبها الوحيد ايه؟ انها مش بتاعتي. عارف يا عماد بيه، مش انت ورحيم اصحاب، لكن لحد داليا مش هرحمك. بكره تشوف. في واحدة ساكنة هنا اسمها بسمة؟ قصدك البت بسمة بنت ام بسمة؟ هي فهمت. هو انت عاوز تقضي يا باشا؟ طب بص يا فخر، من اجل ان انت ضيف بلدنا انت والباشا، وتضيف بلدنا سلطان، انا هعمل معاك فوق الصح. لو عاوز تقضي فكك من ام بسمة دي خالص، ومعايا ليك اسطف حاجة كده، انما ايه؟ مقولهاش. هتخلص يالا وتقول البيت فين؟ خلاص يا عم الشوح، ما تزقش واهدى على نفسك كده. ترى حرق قدام على البيت اللي على الشمال هتلاقيه في وش. هو ده البيت. يلا. لا انا استنى هنا، اصلا انا ماليش في الحوار ده. هعمل كام مكالمه كده واستناك. طب مش هتاخر عليك. السلام يا اخويا. صوتكو ما جاش من وراكو الا الوكسه، الهي تتوكسوا. اتكل على الله اللي خرم لك وشك. طب قلبك ابيض، هما كلمتين وهمشي على طول. ماشي، ادخل اطرش البقين، الماء مقطوعه، مفيش حاجه تشير. بت يا بسمه، واحد عايز. يعني انت ما كنتش تعرف ان اخوك مخلف؟ رحيم! لما رحت طعمت الواد حكي.
رحيم يا رحمن يا رحيم. مش جايين عشان كنتوا، جايين عشان انا. خليكوا زي ما انتوا، مش هيحصل لكم اي حاجه. ابني مالوش ذنب، وعايز هشام اخوك، والنبي والنبي ربنا يخليك، ابني مالوش ليه المنطقة متقفلة بالعربيات ومش عارفين تخشوا؟ ما تتصرفوا، انت هتستعبطوا. انتهينا يا رحيم. خميس ما كلمنيش من الصبح، انا مش عارف اتاخر ليه. مش مهم يتاخر، المهم يخلص. يخلص
يا خوفي يا خوفي يا أمينة. ما تخافش يا حبيب رحيم، لو عرف ان احنا ورا الحوار ده هيبعتنا رحلة للآخرة. رحيم ما بقاش زي زمان يا سيد، السجن هدو. هدو؟ اشتري مني، رحيم راجع ينتقم من الكل، ده حتى نظرة عينيه قوية زي ما هي. نظرة عيني يا حبيبي، وانت ازايك عامل ايه دلوقتي؟ ان شاء الله تكون بخير. ترياقي 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 براحتك على الاخر، بس ما ترجعيش تعيطي لما تعرف انه فرق من العيال دي وعارف ان احنا ورا اللي حصل. ايه على قلبك مروح؟ انت معصباني يا امينه. جرى يا سيد، ما تهدى كده شويه يا حبيبي. حاضر. وقعت الشاطر بألف. شبوره ورا الراجل دوت، لا شركة توصلك التاكسي. استنى هنا، انت مين يا ابن انت؟ مش هقول لك رحيم بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب يا رحيم بيه. جميل؟ جميل ايه؟ أنا عملت معاك جميل؟ إمتى؟ إنت لا يمكن هتفتكره، لكن أنا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنة، قتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس أنا ما أعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي أديك شفتني يا سيدي، عشان أريحك ودماغك ما توديش وتجيب، من 15 سنة كنت انت ورجالتك في مصلحة في ليبيا، واحد من رجالتك اتدبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع، نسيبه مرمي في الجبل، هيبقى حمل، هيطلونه. انت الوحيد اللي مرضيتش وشلت جتته على كتفك وراسه على كتفك، وصلت بيه لغاية هنا ودفنته وسط حضن أم وأبوه. يبقى قتب ولا مش قتب؟ انت زين اخو اشرف العافية. اوه انا زين اخو اشرف العافية. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات. حتى طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 يلا. انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل انا ردتهولك، ولحد كده واستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك الكبير، انا اسف يعني. سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي كده. لا اذا فضل حي عشان يفضل حي، لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك يا رحيم بيه. لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف. الجت على الكتف والدماغ على الكف. يلا الحق، انت صاحبك مالكش دعوه بيا. انا هعرف اسلك نفسي، بس خليك فاكر لا يسلم ولا يقهر ولا يفتري.
لا امال احنا خرجنا ازاي؟ اللي خرجني النهارده هو اللي خرجني من السجن، علشان كده حبيت اتاكد اذا كان احمد دي بيد في الحكايه دي ولا لا. رحيم باشا، الاستاذ بيسال على سعادتك. رحيم بسيوفي خير؟ في حد في انتظار معاليك بره. واسمه ايه ده؟ هو احنا لحقنا نشم نفسنا؟ حد مين ده؟ هو في انتظار معاليك بره مستنيك على اول الشارع. طب انا جاي معاك. انا جاي معاك انا كمان، مش هسيبك. جرالك يا حلم، مالك بقيت خفيف قوي كده ليه؟ انت مش شايف الراجل شكله بيناس ازاي؟ اطلع انت على البيت علشان تطمن مراتك وبنتك، وانا مش هتاخر. يلا يلا عمو. اتفضل يا فندم. أمينة؟ وحشتني قوي يا رحيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ اركب ونتكلم في السكة. اركب بقى. سكت لي يا رحيم؟ هنروح على فين؟ على فيليتي عشان نتكلم براحتنا شوية. انت مش عارف انت وحشني قد ايه. انا كنت فاكرك عامله لي كمين زي اللي اتعمل لي في بلاء. وانت تتخيل برضو ان انا ممكن اعمل اي حاجة تأذيك يا رحيم؟ عامة لما نوصل هفهمك كل حاجة. كنت عايزاني في امينة. وحشتني يا رحيم. ما خرجتش عليا ليه اول ما جيت من السجن؟ بمناسبة ايه؟ هو مش حضرتك ست متجوزة برضه؟ كنت متجوزة يا رحيم، واتطلقت اول ما عرفت ان انت خرجت. دي ايه الصراحة دي؟ ما انت عارف يا رحيم، انت عارف ان انا معاك ببقى حاجة تانية. علشان كده بعتيلي خميس الونش عشان يقتلني؟ مش انا يا رحيم، السيد هو اللي اتفق معي، ولو شفت خميس ابقى اساله بنفسك مين اللي اتفق معي. انا بس كنت حاضره معاهم الاتفاق. دي مش صراحه وبس، دي بجاحه كمان. يعني كنت عارفه ان هو بعته ورايا عشان يقتلني وسبتيه؟ كنت الله 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 الله. في ايه يا استاذ؟ رحيم، مفاجأة حلوة مش كده؟ أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. خلاص يا رامي، اتفضل أنت دلوقتي، اتفضل. أمرك يا سامي بيه. هو مش انت كان عندك بنت سكرتيره حاشكه كده زمان؟ راحت فين دي؟ اتجوزتها. يا راجل الف مبروك. لا، ما انا طلقتها. ايه؟ كشفتك بدري؟ مش كنت تقول انك جاي؟ كنت حضرت لك ورقك وحالك ومحتالك. لا انا مش جاي عشان كده. امال؟ تعالى معايا. طب والبطاطا؟ يا راجل بطاطة ايه؟ دي باردة. أنا بقى هدوقك البطاطا السخنة. تعالى. كل ده حصل من اول ما انت خرجت. داليا، دي بتشكي فيا؟
احتمال كبير يكون كل اللي حصل لك ده بسببي، لكن اكيد مش انا اللي وراه. انت عارفه ان اكتر حاجه تهمني في الدنيا دي واني اشوفك مبسوطه وكويسه. بس انا مش كويسه يا رحيم. علشان كده مش عايزك تفضلي هنا دقيقه واحده زياده. بقول ايه، مش كفايه كده عشان وقت جناب المأمور؟ قصدك ايه؟ بكره هتفهمي. يا رحيم بيه. يلا يا سيدي يلا. شوف الباشا مزعج ليه؟ خلي بالك. انت افتح الطريق يا ابني. اتحرك يلا انت معاك بيت. انت معاك بيت. يلا اتحرك يلا اتحرك. يلا داني اركبي. لا يا بنت اركبي. ما تقوليش يا بنت اركبي. لا انا ما ادري. اشتبعنا اشتبعنا يا كبير. انت متفق مع حد تاني ولا ايه؟ طب اركب اركب. معلش المكان مش كويس بس امان على الاقل احسن من الحجز. هو انا هفضل هربانه لحد امتى؟ لحد ما نلاقي اللي عمل فيكي كده. انت تفتكر ان امينه ورا كل ده؟ لحد دلوقتي كل اللي انا شايفه بيقول كده. امينه اتطلقت اول ما انا خرجت من السجن، وفي نفس اليوم اللي زارتك فيه جه البوليس قبض عليكي. انا عارف امينه كويس، اكيد كانت جايه تشمت. هو ايه اللي خليها تعمل كده؟ عشان عارفه ان انا لسه. سكت ليه؟ انت عارفه انا كنت اقول ايه؟ ما تقولها. ما اقدرش. عارفه ليه؟ علشان انت دلوقتي مخطوبه لحد تاني. ايوه بس انا معاك هنا. انت معايا بس عشان عارفه ان انا الوحيد دلوقتي اللي اقدر احميكي. انت بتظلمني بكلامك ده يا رحيم. عايزاني في ايه؟ ايوه يعني ليه؟ والموضوع المهم ده ما ينفعش يتقال في التليفون؟ ورق ايه؟ ورق التحويلات؟ طب انا جاي لك حالا. هي بتقولك ايه؟ امينه بتقولي انها تعرف مكان الورق اللي بدور عليه. ورق ايه ده؟ ورق تحويلات الفلوس. عرفت ازاي بالورق؟ المفروض ان ده سر بيني وبين حلمي، انا وحلمي بس. انت هتسيبني لوحدي؟ ما تقلقيش انت هنا في امان.
بس انا لازم اروح المشوار ده، ما ينفعش يتاجل. مدام امينة موجودة؟ اتفضل يا فندم. مدام امينة في انتظار حضرتك فوق. عايز اقلع النقاب. طب ما تقلعي. طب ما تنزل. انت مش لابسه هدوم تحت النقاب؟ اه. ايه المشكله؟ برضه انزل. ما تنزل. طب ما تلفي وشك. انا مش باصص لك اصلا. ماليش دعوه، بص للبحر، اديني ظهرك. يا حمودة، الشغلانة دي عايزة رجالة، حاسس إنها صعب عليك؟ افتح لك وفير حريمي وفكك مني. أنا اسمي تمام. السلام عليكم. الله 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 الله، ازيك يا باشا؟ السويس كلها نورت. ازيك يا متولي؟ ازيك يا دكتورة؟ أنت لسه فاكرني؟ يا نهار أسود، يا نهار أسود يا دكتورة، ده أنا أنسى الناس كلها وما تنساكيش. والله وبقيت معلم كبير يا متولي، والنعمة بانت عليك. يا باشا كله من خيرك. بقول لك يا متولي، أنا كنت عايزك في مصلحة كده محدش يعرف يخلصها غيرك. رقبتي يا باشا. مين السنيورة؟ اسمها لميا توفيق عبد ربه. هي من هنا، من السويس. أهلها تقريباً في الكبنون. بس فين بالظبط مش عارف. عايزك تعسلي عليها وتجيب لي قرارها. 24 ساعة إلا ربع قرارها يبقى عندك يا باشا. ولا حمودة. أمرنا رئيس متولي. جري على عمك حبيش أقول له حضر وليمة حلوة، ها؟ قول له أخد الأستاذ ومراته هنا. فريرة يا ريس. لا لا استنى. وليمة ايه يا عم؟ احنا لسه واصلين ومش لاقيين حتى مكان نقعد فيه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده مكانك موجود ومتوضب بقاله اسبوعين ثلاثه. عيشتها متولي. بس بقول لك ايه، عايزين مكان كده يكون متداري بعيد عن عيون الناس. موجود يا باشا، بس عليا الطلاق، عليا الطلاق. هنتحرك من هنا الا ما نتغدى سوا. ابو ذنبها ايه وليه بس؟ رحيم رحيم، هناكل يا رحيم، هناكل علشان المدام. اهو ماشي. خير يا حلمي. عيب الحركة اللي انت عملتها دي يا ابو وردة. انت متعشم جامد، وانا مش ابن عصر. البنت ما تبقاش عايشة لحد دلوقتي. طب كويس قوي انها لسه عايشة. هو هشام غلط، ودي مش عايزة كلام، والغلط يتصلح. لكن احنا من امتى يعني بندخل النسوان في شغلنا؟ لما العيال يشتغلوا معانا. طب خرج البنت من الحسبة. انا اللي خرج، وانا اللي دخل حلمي ولا ايه؟ وبعدين بسيط، تاهت ولقيناها. هات البضاعة تاخد البيت، ولا اقول لك هسهلها عليك. هات الواد هشام، اخد البضاعة بمعرفتي، وساعتها اسلمك البيت صار سليم. ما تصعبهاش يا ابو وردة، وخلينا نشوف لها حل. انا لو بصعبها كنت قلت لك هات رحيم يكلمني هنا. بس انا عارف انتوا ما قلتلوش. اديك قلتها وبعظمة لسانك، ما قلنالوش. عشان لو كنا قلنا له كانت هتولع. تولع؟ انتوا ما قلتلوش عشان كان حياته ان هشام حي، لانه بيشتغل معايا. حلمي، انا عارف ان هشام مالوش يد في اللي حصل لاخويا، الله يرحمه، والا كنت دفنته حي. بس انا راجل ابن اصول وطيب. الواد اخوه ما كانش لاقي اللضه، كانش لاقي ياكل، خدته شغلته وخليته عيل من صبيان. طول عمرك ابن اصول يا ابو وردة. أنا بقول سيب البيت وفلوسك عندي. أنا شايل المرارة من زمان، وعملتها رزلة قوي. قدامك خمس أيام هتتصرفوا كان بيها، ما تصرفتوش خدوا عزل البيت من أي جامع، ومش هتبقى لوحدها.
صباحيا بقى صباح الفل يا باشا. خير يا متولي. الامانه بتاعتك وصلت. اخلص. الحقيني يا دكتور، الحقيني يا دكتور، ابوس ايدي ابوس ايدي، خليهم يسيبوني، انا ما عملتش حاجه. اللي انتوا حبيبته ده يا بني ادم، حبيبت اللي اتفقنا عليه، مش دي البنت اللي انتوا عايزينها رحيم باشا؟ حصل خير يا متولي. يعني ايه حصل خير؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ احنا جايين ندور عليها ولا نخطفها يا رحيم؟ ما اول ما شافتنا طلعت تجري، كنا المفروض نعمل ايه؟ نطبطب عليها. اتكل على الله يا متولي وسيبها لي. ربنا يديك الصحه يا باشا. امشي يا متولي. انتوا هتعملوا فيها ايه؟ هو انا عملت لك ايه يا دكتوره؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملوا فيها كل ده؟ ما تقلقيش يا لميا، مفيش حاجه هتحصل لك طول ما انت معايا، ما تقلقيش. انا مش عايزك تقلقي. هتكلم معاكي كلمتين وهتروحي الحسابين. اهدي يا لميا اهدي. احنا مش هنخلص من قصور البلطجه والخط بتاعك ده يا رحيم. كله هيخلص لما تظهر براتك. كنت هربانه ليه؟ اقعدي اقعدي. انا ما كنتش هربانه، انا ما كنتش هربانه يا دكتوره، انت اكتر واحده عارفاني، انا لا يمكن اضرك ابدا، وخصوصا بعد اللي عملتيه. انت مستخبيه في السويس بتعملي ايه؟ ايه الاسلوب ده يا رحيم؟ لميا انت ليه هربتي بعد اللي حصل؟ انا ما هربتش، صدقيني مش بايدي. بابا اول ما عرف ان حضرتك اتقبض عليكي قال لي انت لازم تسافري وتسيبي الشغل لحد الموضوع ما يهدى. بس بهروبك ده خليتي كل الدنيا تشك فيكي، وخصوصا انا. معاكي حق، انا برضو حاولت اقول له كده بس هو ما صدقنيش. والله العظيم هو ده اللي حصل. والمفروض بقى تصدق اللي بتقوليه ده وتسيبك تمشي دلوقتي. اقسم لكم بالله هو ده اللي حصل. كفايه بقى يا رحيم. ممكن تسكتي انت بقى بت؟ وهتفتكري ان العياط والحبتين اللي انت بتعمليهم دول هياكلوا معايا؟ انت هربتي ليه؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا هاخد بالي وامشي، واسيبك بقى للي جابوك هنا يعملوا فيك اللي هم عايزينه. اللي انت بتقوله ده لميا لو حصل لها حاجه انا مش هسامحك العمر كله. هي في حاجة حصلت وقتها بس أنا خفت أقول عليها. إيه هي؟ اتكلمي. مفيش، قبل الحادثة بيومين أنا ركبت تاكسي وبعدين السواق دخل بيا في سكة ضلمة وحاول يتحرش بيا، بس ربنا ستر، ربنا ستر، وعرفت أهرب منه وجريت ونطيت من العربية وجبت حجر وخبطت في دماغه. وهربتي مش كده؟ آه هربت. وحصل ايه بقى بعد ما هربتي؟ لا ما حصلش حاجه، انا لقيت عربيه ماشيه على الطريق فشاورت لهم، طلعوا ناس كويسين وروحوني. وايه علاقه كل اللي بتحكيه ده بقى بالمخدرات اللي لقيوها عند داليا؟ لا مفيش علاقه، اصل وانا بهرب الشنطه بتاعتي وقعت وكان فيها كل مفاتيح المكتب. وما قلتيش ليه وقتها؟ بصراحه خفت من الفضيحه، خفت لو بابا يعرف وبعدين يقعدني من الشغل، وخصوصا ان هو كان متضايق من تاخيري بره. وايه الفضيحه في كده؟ فضيحه لو اهلي يعرفوا ونظرات الجيران ليا لما يعرفوا حاجه زي دي، وبعدين بابا لو عرف حاجه زي دي ده مش بعيد يقعدني من الشغل خالص، ده مش بعيد يقعدني في البيت العمر كله. للاسف كلامها صح يا رحيم، انا عارفه هي تقصد ايه. انت حافظه نمره العربيه دي؟ يبقى بكره الصبح تيجي معانا وتقولي الكلام ده في النيابه. لا نيابه ايه؟ نيابه ايه يا دكتوره؟ ابو سيدك والنبي يا دكتوره بلاش نيابه، والنبي بلاش يوديني النيابه. طب إيه؟ بلاش النيابه والنبي. ايه دي والنبي يا دكتوره؟ إيه دي؟ اكيد هنلاقي حل تاني ما تقلقيش. يعني ايه ما تقلقيش؟ الهانم دي هتشرف معانا لحد بالليل، وبكره الصبح هنطلع النيابه، وده اخر كلام عندي. واتفضلوا جوه يلا. ما تخافيش يا لميا ما تخافيش. يا رمضان امان، طب انا على الباب وداخل لك اهو. منور يا سيد بيه، ما تقلقش انا مش شايف العيال كلها، عارفك بتحب السكرات. اوعى تطلع فرز تالت زي المره اللي فاتت. والله العظيم فرز اول، هو ده اول تعامل بينا ولا ايه؟ اقول لك حاجه، اتفرج كده على البضاعه اللي مجهزها لك. يا رمضان دي بس شكلها جديده قوي. يا باشا لسه بنحطها في الشمس يومين تاخد لها وش هلك. انا قايل لك رمضان انا مستعجل. طب اعمل ايه يا باشا؟ اقول لك حاجه، اللي ياخدها يحطها في الشمس براحته.
احنا هنستظرف ما دخلتش. هجيبكم هجيبكم مش اللي كنت عايز اتعلم عليه. هتروحوا مني منك يا وركان. مش زي الوكيل اللي اتعلم عليه. ينفع كده؟ نضيف يا باشا. فيها يا باشا؟ في حد هنا في الحتة مزعلك ولا حاجة؟ محدش يقدر يزعلني. ما أنا برضو بقول كده، أصل اللي زعلك يزعلني. فين داليا رحيم؟ مين؟ داليا مين يا باشا؟ هنلف وندور على بعض بقى ولا إيه؟ المفروض أنا اللي أسأل سيادتك السؤال ده. ماشي يا وحش. فتش لي شقة شقة في الجمالية لحد أما تلاقيها. أمرك يا فندم. تعالى معايا. أنت كويس؟ بنفسك. منورينا يا بشوات. آخر مرة شفت فيها عزت كان إمتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ ما تكونش سيادتك تقصد استاذ عزت العلايلي بتاع السينما؟ هو بقى له فتره مختفي فعلا. ايه الخفه دي يا رحيم؟ انا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع امينه. امينه الله يرحمها بقى. امينه كان معرفها كتير. تلاقيها كانت فعلا تعرف واحد اسمه عزت، بس انا معرفوش. بلاش اي اثر يا فندم. والله يا اخي اول ما شفتك قلت اكيد مش هيلوح. بس معلش الرجاله عملت شغلها برضه. احمد باشا انت عارف كويس ان داليا بريئه. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايز داليا. انا وانت فاهمين بعض كويس، وانت عارف انا عايز ايه. مشكلتك يا احمد باشا انك مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. انسى؟ انا شغلتي ان رحيم بتاع 2011 ما رجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول، جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك، بس انت بقى مصمم تنفذ اللي في دماغك. تهديد ده ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يهدد الحكومة. قول القوات تتحرك. لا تتحرك ايه يا باشا؟ طب والشاي؟ ولا واحد شاي سك عليه سكر زيادة بسرعة. يلا يا خالد في ايه؟ تمام يا فندم. نورتونا يا باشوات. ايه الاخبار يا باشا؟
حياتي. حقك عليا. داليا، انت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في التليفون؟ ايوه، انا كلمت عماد. ليه؟ ليه يا داليا؟ لانه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكله اللي انا فيها. وعماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده ليه وانت في السجن؟ التليفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس، ولو سمحت ما تعمليش حاجه تانية غير لما تقولي لي. اديكي شفتي اللي حصل. رحيم، انا مش عايزه ادخل السجن تاني. ما تخافيش، طول ما انت معايا البوليس مش هيقدر يوصلك. عارفه ليه؟ مفيش حد يقدر يفهمه أكتر من مجرم قديم ورد سجون زي. جيت في وقتك يا عماد بيه. ايه ده يا ابو ورده؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ الله، ده انتوا متفقين مع بعض بقى. انت جاي تشمت فيا يا عماد؟ هي الشماته حلوه وانا بحبها جدا، بس مش ده اللي جايبني دلوقتي. امال ايه اللي جايبك؟ تلاقيك انت اصلا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. جاي علشان انتوا اهلي وناسي اللي ما ينفعش اسيبكم في لحظه زي دي. يا حنين، وبعدين انتوا عايزين ناس تقول عليا راجل مش اصيل؟ ترضاها؟ الواد ده كان عليا بضاعة، ولو سكت فضحت هتبقى بجلالي. حقك، بس اللي عامل الواد ده عندي. ماشي يا عم عماد. حلو، حلوة بجد. انتوا فاكرين بقى اللعبة دي هتدخل علينا؟ أنا من الأول قلت كده، الحكاية دي كارثة، حاجة وحشة. طول عمرك كده يا حلمي نيتك وحشة. بقى ده جزاتي عشان جاي أنقذكم أخدكم معايا؟ خلاص يا بورد، كل اللي عملوه ده عندي انا. احنا اتفقنا هيمشوا معاك، بس ما قلناش هيمشوا ازاي. انا قلت هيمشوا معايا من غير ما حد يلمسهم. ماشي يا احمد بيه. خلصتوا المسرحيه؟ ننزل بقى بالستاره عشان نشوف اخرتها ايه. عشان انا عارف ومتاكد اخرتك معايا يا احمد. انا مش عايز منك حاجه يا حلمي. اي نعم في بينا مصانع الحداد، بس انا عند الدم بقف، لان انا مش بحب الدم، وانتوا عارفين كويس ابو ورده كان ممكن يعمل ايه. دم كتير كتير. خلاص يا ابو ورده، خلاص اللي تشوف. اوكي، يلا اتفضلوا عشان تركبوا معايا. يلا، ولا عايز تقعد؟ يلا. استنى مني تليفون. يعني عايز كام جارد يا سيد بيه؟ مين قال عايز جاردات؟ أنا قلت عايز جاردات؟ أنا عايز تريلات، عايز وحوش يحملوا القصر والمركب دي ويتحركوا معايا في كل مكان. صل على اللي يشفع فيه. اللهم صل عليه. أنا عندي رجالة بس هيكلفوك كتير قوي يا سيد بيه. كلفوا زي ما يكلفوا، أهم حاجة يكونوا مضمونين ورجالة. أي راجل أبعتهولك أنا أضمنه برقبتي. اتكل على الله. بالإذن يا باشا. إذنك معاك. هو انا كنت عارف اهطر فيك. هو هشام مش قال لك على الحوار بتاع البنت مراته؟ مش داخل دماغي. بعدين هو ليه قال لك انت وما قاليش انا؟ ايه رحيم؟ هو في فرق بيننا ولا ايه؟ هتصيع يا حلمي؟ مش مساله صياعه ولا حاجه،
هو جه حكى لي وانا قلت له سيبك من رحيل، كفايه عليه عكه حوار داليا، وانا هاجي معاك. ادي كل اللي حصل يعني. وبعدين سيبك من ده كله، ايه حكايه ان عزت منصور ده انتحر؟ ومين اللي كان بيكلمك؟ اللي قتل عزت. الله، مش انت بتقول انه انتحر؟ مش واكله معايا حكايه الانتحار دي. يعني واحد يحدف نفسه من الدور العاشر؟ طريقه بلدي قوي يا عم. بقى انتحر مات راح في 60 داهيه، مش هو ده المهم. المهم مين اللي بيكلمك وعايز ايه؟ اكيد اللي كان عايز 700 مليون كان عايز يعمل لك كمين. بقولك ايه، مش يمكن يكون عزت منصور ده ما ماتش؟ هو مش احمد الديب سالك عليه وكان فاكر ان هو شريك امينه؟ هو ده اللي هيجنني. مش معقوله يعني تكون صدفه ان امينه تعرف واحد اسمه عزت واحمد الديب يسالني عليه. ايه يا عم الحوار ده، انا دماغي لفت. وهو ده اللي هم عاوزينه، اننا نلف حوالين نفسنا وما نعملش اللي احنا ناويين عليه. اللي هو ايه؟ اننا نرجع زي الاول، زي ما كنا حلمي، وده اللي انا عايزك فيه. بس لازم ده يحصل وبسرعه. انا معاك، وقول لي نعمل ايه. خلينا نروح البيت كده ونتكلم على رواقه، وبعدها لازم نتحرك. طب يلا. عبوده رحيم باشا، منورين الجراشه يا باشوات. عايزينك معانا في مشوار هيطلع لك منه لقمه عيش حلوه، بدل شويه الفكه دول اللي انت عملت لامهم. بس وحياه بنتي، لو سبتنا في وسط السكه زي المره اللي فاتت هتزعل. لا عبوده خلاص عرف غلطته، وعارف انه لو عملها تاني مش هيلحق يزعل. مش هتلحق. ها طب بص يا باشوات، لو الحوار في دم وعوق زي المره اللي فاتت مفيش ولا راجل جاي. ما تزعلوش مني، يا روح ما بعدك روح. لا ما تقلقش، ما فيهوش دم. طب ايه المشوار؟ رسين يعني مشوار خفيف كده. المهم انت حضر لي 20 راجل ومعاهم كام حته سلاح لزوم التامين. 20 راجل وشويه سلاح، مشوار خفيف. طب يا باشا ما تقول لي ايه التيتا؟ التيتا؟ لا ما تقلقش، التيتا هتبقى حلوه. خير يا جماعه، وانتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه، وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجه، مستنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجه على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم هتقول كده من الاول، قلقتني. لا ما فيش حاجه، انا بس كنت بتاكد ان اللي تقولي ده كان صح. لما تحبوا تحكوا لي بتعالي، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم. رحيم ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس على المفيد. خير يا رحيم؟ احنا نرجع نشتغل. نشتغل ايه؟ شغلنا، هنرجع المركب. عمنا ادينا 4 شاي في الخمسينة كده، وزود فيهم 1 سكر. سيد مزود الرجاله قوي اللي بيحرسوا المركب. طالما مزود الرجاله يبقى قلقان. تسلم. واحسن وقت تضرب فيه حد لما يكون قلقان. ايوه بس احنا هنسيطر على الليله دي ازاي؟ انا مجهز خطه. خطه ايه يا رحيم؟ احنا عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. ومين قال لك ان احنا هندخل من الباب؟
قلب امك. كملي يا بسمه وبعدين. مبروك يا رحيم بيه. مبروك على سيد حياته وراحت باله. انت بتقول كده ليه يا رحيم؟ مهما كان المال مالك. طول عمرك حقان يا ابو نسب. كده عقود القصر والمركب تمام؟ امال؟ يلا بينا عشان نلحق الشهر العقاري. انت قاعد ليه؟ مين اللي هيدفع مصاريف التسجيل؟ قوم يا ابي يلا. حاضر حاضر. ما تقوم. حاضر حين. حلمي روح قول للناس في المايك ان النهارده فري احتفالا بافتتاح المكان. تمام. هلا شاف. اه عايزك تعدي كده وسط الزباين احسسهم انك صاحب المكان، فاهمني؟ اه اعتبره حصل. تعالى هنا. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه عجبك؟ عجبني ايه وبتاع ايه؟ انت جاي تفتتح محل فطاطري؟ قول يلا. معلش دقيقة واحدة بس يا اخي، دقيقة واحدة. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. النهارده بمناسبه افتتاح المكان هنا، رحيم بيه صاحب المكان ده امر ان كل طلباتكم النهارده هتبقى فري. هاف ا نايس تايم. وانت يا سامي ليه ما حاولتش تعطل رحيم في حوار سيد والشهر العقاري؟ عشان كل مره كان بيطب عليا زي القضا المستعجل، ما كنتش بلحق اتصرف. سامي سامي ما تصلش عليا، انت عارف امتى تسلم لفلان وامتى تعطل له مراكبه السير؟ ما هي ما كانتش هتخش عليه، وانا قلت لكم قبل كده كذا مره الحقوه قبل ما يكبر، او ارجعوا بقى بالزمن 7 سنين لورا. زمن ما بيرجعش لورا يا سامي. مين اللي قال كده؟ ده حتى بيقولوا الزمن بيلف يلف يلف ويدور ويرجع تاني لنفس النقطة اللي كان فيها. وبعدين عايز أقول لك على حاجة أخوية، ما تشتغل مراحيم تاني، ما اكتب له المصنع أحسن بالمرة. لا، إن جبت الحق المصنع طول عمره بتاعك، لكن المركب بتاعت رحيم مش بتاعت سيد. ورحيم راجل حقاني ما ياكلش حق حد، لا من معارفه ولا اللي مش من معارفه. بسم الله ما شاء الله. قمر وانت عامل خطبه كده وعمال تجمل لي في محاسن العريس. اقول لك على نصيحه اخويه، حط ايدك في ايد رحيم. يا سامي، اللي بيني وبين رحيم مش مجرد فلوس ومصالح بس. قصدك داليا؟ ما هي طول عمرها موجوده، وانتوا طول عمركم بينكم وبين بعض عيش وملح ومصالح وفلوس. نصيحة أخوية رقم 2، ما تخليش الستات يدخلوا في البزنس، بيخسروه على طول. وبعدين يا أخي، ما تخلي داليا هي اللي تختار، لا أنت هتتجوزها غصب عنها ولا رحيم ينفع يتجوزها إلا برضاها. أهي خلصانة هي لوحدها. سامي، انت وانت صغير ما كنتش بتروح المكتبه تستعير كتب؟ اه طبعا، كنت بقرا ميكي جيب. اصل طول عمري ماليش تقل على القرايه. انا بقى الكتاب اللي كنت استعيره بعد ما اقراه
كنت بقطعه. عارف ليه؟ عشان محدش غيري يقراه يا سامي، فاهم؟ عشان كده ما كنتش بحب القراية، بتجيب مشاكل. اتأخرت ليه يا باشا؟ ما تقلقش مش هنطول. شيل يا ابني الاطباق اللي على الترابيزه دي، وانت غير المفرش ده. رحيم وحشتيني، تعال. اللي انت شايفه. الصور دي جاتلك ازاي؟ هو ده المهم اللي عندك؟ لا دلي، انت عارفة انك اهم حاجة عندي. تعالي اقعد عشان افهمك. تفهمني ايه؟ انك كنت على علاقة بأمينة؟ انا ما خبيتش عليك حاجة من يوم عرفنا بعض. بس خبيت عليا انك رحت لها الفيلا اول ما خرجت من السجن. أمينة هي اللي جت لحد عندي وطلبت مني أروح معاها. وأنت ما عرفتش تمسك نفسك، قمت رايح لها على طول. أمينة طلبت مني إني أتجوزها وأنا رفضت، مع إنك في الوقت ده كنت مخطوبة لعماد. أنا رفضت أمينة وأنا عارف إنك مع واحدة غيري. عارفة ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أعيش مع واحدة تانية غيرك. أنت قصدك إن أنت أحسن مني؟ عشان انا وافقت على عماد وانت في السجن؟ انا ما قصدتش كده. انت ما تعرفش حصل لي ايه وانت في السجن، ما تعرفش انا اتبهدلت ازاي. اسمي بقى على كل لسان علشان كنت مخطوبه لك، وكل اللي اعرفهم باعوني، والوحيد اللي وقف جنبي كان عماد. انا مش محتاج اسمع منك اي مبررات، لان انا مش بتهمك بحاجه، وانا عارف انت عملتي كده ليه. بس انا ما عملتش حاجه غلط. ممكن تهدى داليا، الموضوع مش مستاهل. الترابيزه اتقلبت عليا دلوقتي، وبقيت انا اللي بدافع عن نفسي قصادك. داليا من فضلك اهدي، بقولك انا ما اتهمتكيش بحاجه. كفايه يا رحيم كفايه، انا اللي غلطانه، ما كانش المفروض ازعل من صور زي دي. عن اذنك. داليا داليا استني. عاش من شافك يا رحيم. منور يا حلمي. ده نورك نورك يا شيخ فايز. والله ليك وحشة كبيرة قوي يا شيخ فايز، بس معلش بقى، القرب منك هيزعل الحكومة. الله يبعد زعلها وخيرها عنا وعنك يا ابني. لا بالحق يا شيخ فايز، انت مزعل الحاجة هدايا ليه؟ الحاجة هدايا هي اللي مزعلة حالها. حذرتها ما تشتغل مع الولاد هدول، لأنهم الحكومة قطراهم وهم لسه عظمهم طري، مشيت ورا دماغها وادي النتيجة. ما احنا جايين برضو عشان نصالحكم على بعض يا شيخ فايز، وبعدين يعني مش معقول هنيجي لغاية هنا ونرجع بإيدينا فاضية. السيارات اللي كانت محملة البضاعة ملهاش قطر، الحكومة دورت عليها في كل مكان، ما في فايدة. وفين قصاصين القطر؟ الحكومة ما خلت ولا واحد إلا ولفت إبو المنطقة كلها، وبرضو ما في فايدة. أيوة يا شيخ فايز، بس برضو الحكومة ما تعرفش تجيب اللي أنت بتجيبه. شوف يا رحيم، الصحراء هذه لها أصولها، واللي ما يمشي عليها تبلعه. ما احنا جايين لك لحد عندك أهو. أنت عارف يا رحيم البضاعة دي تمنها كام؟
أنا مقصودش الفلوس طبعاً. شوف يا شيخ فايز، أي حاجة الحكومة عايزاها وبتدور عليها ما تتقدرش بمال، والحاجة لازم تدفع تمن إنها ما سمعت الكلام. الست ما ادالك إيديها إيه؟ والمثل بيقول إيه؟ اللي ما تحتاجش وشه النهاردة مسيرك بكرة بتحتاج لقفاه. يا ترى من يعيش البكرة؟ ربنا يديك طول العمر يا شيخ فايز. إيه رايح لكم ساعتين، هنتحرك على الفجر. قلت لك في أبيات، في أبيات. قول يا عم قول. مساء الفل. مساء الهنا. ساعة كده وهنبلغ الإدارة عبل لما ترجعوا بالبضاعة المطلوبة. لا رايح فين؟ أنت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. وده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش في شوية لبش كده في المينا، فأنت هتفضل معانا ناخد ونص بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة، ولا تحب بقى أخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينها؟ بص يا معلم، لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجة هتتعور قوي قوي لما ترجع فيها. ايه هشام اجهز. ماشي يلا يلا عمنا. يلا رجالة نجهز بسرعة. بطل بقى. عبودة الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معاه يا عبود. ماشي. انا جاي بالعربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل. حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المينا. ايوه الله يفتح عليك. خير على فين؟ يلا معانا. يلا بينا. وصلوا؟ تمام تمام تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. العملية لسه هتبدأ. يا ما نفسي يا عماد أشوف الواد هشام وهو بيتعسر قدام عيني. إن شاء الله لما يروح السجن بأزوره. بط يلا يا رجاله بقى والنبي. اتفضل ابو كمال. قال لك ايه بقى؟ قال لك شيك في اليد خير من بضاعه باير. كلها خساره يا عماد بيه. خساره ايه بس؟ انا مديك ربع ثمن البضاعه. وبعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا الخساره ايه؟ يا راجل الخساره كلها اهي. هي دي ما
بس اتقل انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغايه ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال؟ ماشي تمام. او الطامن يا سيدي. الف مبروك يا كمال. ايوه يا هشام. ايوه يا رحيم. ايه؟ الحكومة هجمت علينا يا رحيم. انت بتقول ايه؟ انا هربت. مسكوا عبودة. مسكوا عبودة والرجالة. اعمل ايه يا رحيم؟ ما تطلعش على القصر. اطلع على الحاجة هدايا. ايوه اعمل زي ما بقول لك. انا هكلمها دلوقتي. بسرعة قلنا يا رحيم، بسرعة بسرعة. فيه الحكومة عملت كبسة على هشام وعبودة، بس هشام فلت. يا نهار اسود. طب ده احنا لازم نرجع بسرعة. هنرجع نعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. انا قلت له روح يستخبى عند الحاج هدايا. خلينا نخلص الشغلانة اللي احنا. وصار ضرب نار بينهم وبين الحكومة. الحكومة جات هانة كتير واستعانوا بوليده بأكتر من جصاص قطر وما وجدوا شيء. يعني العربيات راحت فين؟ حد نازل من السما خطفها؟ الو يا حنان. ايه مالك؟ في ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ طب خلاص خلاص، ما تقلقيش، اهدي بس. انا جاي لك على طول. مسافه السكه. احمد بيه هكلمك بعدين، بس حضر نفسك، شكلها قربت. Thank you.
احمد باشا الديب ده السلوم نورت. ايه يا باشا اللي موقفك في الساعه كده؟ مستنيك. فتش العربيات بسرعه، يلا انزل. خير يا باشا. طب ما تقول لي يا باشا انتوا بتدوروا على ايه وانا ساعدك. لقينا في العربيات بطاطس يا فندم. ايه يا باشا، هي الحكومة منعت اللي بيشتغلوا في البطاطس دلوقتي ولا ايه؟ فتشوا العربيات تاني كويس. فين السلاح رحيم؟ سلاح؟ سلاح ايه يا باشا؟ هو انا لو معايا سلاح وقربته ولا مؤاخذة هقول لك؟ بين سيادتك طبيت علينا اهو، لقيت معانا حاجة؟ دي بطاطس. يا باشا احنا شغلنا كله على طريق، ونقول يا رب. كل على الله رحيم. كل على الله. هو تلاقي سعادتك جات لك إخبارية غلط ولا حاجة. هات يا ابني شوالين بطاطس من عندك للباشا بسرعة عشان الأولاد. أصل يا باشا عدم المؤاخذة الولاد الصغيرين بيموتوا في البطاطس. ده احنا كبار بنحبها كده ولا ايه يا حلمي؟ اه طبعا ده انا بموت في البطاطس. وعدم المؤاخذه بقى، سيادتك بتحبها مقليه ولا صينيه؟ هفتش العربيه تاني ومزاجي وحته حته. كتفي في كتفك، لو عايز تخلع قول لي. يا عم هو رحيم ما انا ما قلتش حاجه، بس بفضفض معاك يعني. خلاص يبقى اللعبه نلعبها صح. أحمد الديب ده كارت مهم وما ينفعش نخسره. تمام تمام تمام. افتح يالا. افتح يالا. الظاهر مفيش حد هنا. شفت حد بيجري؟ خليك هنا ما تحركيش. بكره. عارف يا باشا احمد بيه الديب جه وعمل الواجب. عارف هتخرج ليه؟ مش فارقه. لا فرقه كتير. انت هتخرج عشان تعمل لاول مره الصح. هتصلح اللي انت عملته يوم هربت الفلوس بتاعت الناس بره البلد. يا باشا انا كنت بخدم البلد. انت كنت بتقضي على البلد. ليه؟ مش كانوا هم الحكومه؟ انت كنت بتخدم الناس اللي قاعده على الكراسي اللي بتحكم البلد. مش هتفرق كتير. لا تفرق كتير قوي. الفلوس دي هترجع وانت اللي هترجعها، فاهمني؟
فلوس دي لا هي فلوسي ولا فلوسك، دي فلوس الناس الغلابة، فلوس البلد. وانا هستفيد ايه؟ المرة دي مش هتستفيد، هتفيد، هتفيد بلدك والناس الغلابة. وانا عارف انك هتعملها، متأكد انك هتعملها، وعارف انك لا يمكن تخون بلدك. انا مش هقدر احميك ولا اقدر اعمل لك اي حاجة. انت من اول ما هتخرج الناس كلها هتجري وراك، حتى الداخلية نفسها. مش هقدر امنع اي حد. هتخرج وتتصرف بشكل عادي جدا لحد ما سلمنا الناس اللي اخدوا الفلوس دي ونعرف راحت فين الحته، وسلمنا المستندات اللي هتثبت ان الفلوس دي ممكن نرجعها البلد تاني. انا عارف انها مهمه صعبه، بس الحقيقه واثق فيك. تسالني جايب الثقه دي منين؟ ما اعرفش، بس انا حاسس انك هتعملها وهتقدر تعملها. حاضر يا باشا، احاول وربنا يقدرني. الله الله عليكم. ليه كده يا سيادة الله؟ بتخوني؟ أنا تلميذك بعد خبرة السنين دي كلها بتعدي عليا؟ أنا بخونك يا أحمد ولا حاجة، بس هي الظروف جت كده. بعدين إحنا اللي يهمنا مصلحة البلد. طب تجبرني بأي حاجة تانية يا باشوات؟ أروح أنت رايحين دلوقتي وهنكمل كلامنا بعدين. يعني قبل ما امشي كده كان في كلمتين كنت عايز اقولهم بخصوص ال 700 مليون دولار. فيهم كده حدوته مستخبيه فيها شويه قله اصل مني. انا كنت عايز اكسب كل حاجه، اكسب الفلوس واكسب الحكومه واكسب الناس. بس بعد ما فقدت شخص غالي عندي قوي زياد ابن اختي، خليني لازم اختار حاجه واحده بس. بس للاسف اخترتها متاخر. خليني اختار اكسب نفسي. الملف ده فيه معلومات عن البنك اللي فيه 700 مليون دولار وكشف حساب، في كمان توكيل لسياده اللواء صادق بحريه التصرف، يقدر يصرف المبلغ أو يحوله لأي مكان هو يختاره. حولي مالكش حل يا رحيم. اتخطفوا ازاي؟ محمود خليك برا القصر، محدش يدخل ولا يخرج منه. يلا في مراتي وبنتي يا رحيم. هي وصلت بيك الندالة انك تخطف مراتي وبنتي؟ انا ما خطفتش مراتك وبنتك، انا خلصتهم من ايد اللي خطفوهم. مراتك وبنتك دول بنت ومراد صاحب عمري. مش الواد اللي لسه خارج من شويه ده اللي انت بعته يقتل امينه؟ امينه تستاهل الموت الف مره. وليه ما قلتليش؟ اكيد كنت هتكشف حاجه انت مخبيها عليا. الورق. أنا بعت الورق لأمينة بعد ما خسرت كل حاجة. ملقتش لا أنا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها. لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني. أنا كنت رايح عشان أقتلها، لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق.
قالت لي ان في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورقة. عزت منصور؟ ما قالتليش على اسمه. هي كمان ما تعرفش اهمية الورق ده. الحكاية كلها انها بعت ورق قصاد فلوس. وانا كمان كنت عايز اقف على رجلي من تاني. والورق نفسه ما كانش له اي اهمية طول ما انت في السجن. واحنا كلنا كنا عارفين انك عمرك ما تطلع منه. وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت؟ ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي. وانا كمان يا رحيم ما كنتش عايزها تخلص كده. لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهاية. يا واطي يا كلب! حلمي! هشام! انت مجنون! يا واطي! انت كويس يا هشام؟ ليه كده يا حلمي؟ ايه؟ بجيب حقيبة انت يا رحيم! طب وحقي زياد؟ حقي زياد انا اللي هجيبه يا رحيم! لا يا رحاب! كفاية دم! وحقي زياد يا رحيم! حق زياد هنجيبه. بس من غير دم. الو. احمد بيت ديب. خد بالك من حنان وريم. حنان وريم رحيم.
قلب زباينه في 700 مليون صح؟ يعني انت كنت بتكذب عليا يا رحيم؟ والفلوس كانت معاك طول الوقت ده؟ دنيا في حاجات كتيرة انت ما تعرفيهاش. انت كنت بتبص في عينيا وتكذب؟ انت عايز انت تحرقوا دمي؟ يا حلوة كان ببص في عينك وبيكذب عشان هو كذاب وحرامي. ورق ال 700 مليون كان شايله عند صديق عمره حلمي، وحلمي صديقه باعه وخانه وراح باع الورق لمين؟ لأمينة، وأمينة باعته لعزة منصور. مين بقى عزة منصور ده؟ صاحب البيت هو واحد كمان. ثلاثة قلبوا الزباين في 700 مليون دولار واتفقوا مع بعض يحطوهم في حساب بره، وبعد الهيصة ما تخلص كل واحد ياخد نصيبه. بس انه يعملوش حسابه بقى ان رحيم بيتقبض عليه ويترمي في السجن. عماد انا قلت انا مش جاي اتكلم في حاجة، انا جاي هنا عشان حاجة واحدة بس، اخلص منه. اقتله، رجع مكانك، محدش هيقرب من رحيم طول ما انا هنا. كان نفسي اشكرك لولا اني عارف نيتك. بسيطة يا رحيم بيه، قولي فلوس فين وانا خرجك من هنا، انت والدكتورة سلام غصب عن اي حد. وانت مين اللي قال لك ان انت نفسك هتخرج من هنا؟ لا يا عماد، اقعد كده وصلي على النبي. انك تقتل رحيم حاجة وانك تقتل ظابط دي حاجة تانية. انا لو اتخربشت بس الدنيا هتتقلب عليك. انا دلوقتي بس بدأت اجمع كل حاجة. رحيم اهو وعماد كان خاطف داليا وكويس حضرتك وصلت يعني. استنى يا خالد، خليك انت شويه. ايه ده؟ انتوا متفقين مع بعض؟ مش محتاج اقول لكم المكان كله متحاصر، عشان مصلحتكم كل واحد يسلم سلاح. تمام يا باشا. يعني ايه؟ يعني انتوا هتسيبوه؟ انتوا مش عارفين ان ده مجرم؟ مش عارفين عمل ايه؟ احنا عارفين كويس قوي يا مدام هو عمل ايه. يعني انت كنت بتشتغل مع الداخليه؟ مش انا قلت لك في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش. خساره خالد، انت اخر واحد في الدنيا توقع ان يخون. لا يا احمد بيه، نزل سلاحك يا خالد. انا مش خاين. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي وما تدينيش اوامر. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي. داليا انا مش هعرف اعيش من غيرك يا داليا. عماد انت عارف كويس قوي ان عمري ما حبيتك وان طول عمري بحب رحيم، واني لجأت لك بس هروب من حبي ليه. يعني ما ينفعش برضو اسيبك لحبيب القلب واروح اتحبس. طب خليها اعدام بقى وتعالي معايا. محدش يزعل اني سبتكم ومشيت. اشوفكم بخير وافتكروني وسائب ذكريات وكوام من الحواديت. اشوفكم بخير وسامحوني، محدش يزعل اني سبتكم ومشيت. اشوفكم بخير وافتكروني وسائب ذكريات وكوام من الحواديت. انا في مكان اكيد احسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن ما دام قدامكو لسه كتير. انا مكان احسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن
مدى قدامكم لسه كتير أشوفكم سلامي لكل واحد له غلاوة ولكل لحظة عشتها وذكرى طلعت بيها سلامي للبراءة والشقاوة والسلام أمانة للأماكن اللي رحنا فيها أنا في مكان أكيد أحسن ولا بزعل ولا بحزن بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير أنا في مكان أكيد أحسن ولا بزعل ولا بحزن بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير أشوفكوا بخير وسامحوني محدش يزعل إني سبتكم ومشيت أشوفكوا بخير وافتكروني وسايب ذكريات وتوامر الحواديت أشوفكوا بخير